تنضم إلينا الآن من دبي مباشرة محللة أسواق في مجموعة إكويتي السيدة فرح مراد. أهلا بك سيدة فرح. البداية لا نستطيع إلا أن نبدأ من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها اليوم منطقة الشرق الأوسط، كيف تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى سلاسل التوريد وحركة البضائع برأيك؟ أول شيء شكراً على استضافتي. هلأ طبيعة الحال زيادة التوترات ما رح يكون في عندها تأثير إيجابي على معنويات المستثمرين، على الرغم من أنه مع الشدادة هلأ ونوعاً ما صارت أبعد من حدود كمان اللي كنا عم نشوفها في الفترة الماضية، ولكن ما عم نشوف تأثير مباشر على معنويات الأسواق. من ناحية سلسلة التوريد طبيعة الحال قد يكون هناك تأثير، بالوقت الحالي ما عم نشوفه. في عندنا العديد من الأمور لازم ناخذها بعين الاعتبار. إذا نحكي عن قطاع الطاقة خصوصي النفط، نحن عم نحكي عن منطقة جغرافية في العالم العربي نوعا ما في عندها بحدود 50% أو 48% من احتياطي النفط، فأي أمر رح يكون عم بيأثر على المنطقة لابد من أن نكون عم نشوف تأثير على يمكن تحركات الأسعار أو يكون في عنا نوع من تذبذب أسعار النفط. النفط يعني عم نحكي عن قطاعات أخرى رح تكون عم تتأثر، إن كنا عم نحكي عن النقل، إن كنا عم نحكي عن الصناعة طبعا رح تكون عم تتأثر بأسعار النفط. ولكن كمان لازم نتذكر نحن ما بعد فترة كورونا اللي كانت معروفة بمشاكل سلاسل التوريد اللي صارت هي الطبيعي الجديد new norm، اللي كل الأسواق كل المستثمرين كل الشركات عم تاخد سلسلة التوريد ومشاكل سلسلة التوريد في عين الاعتبار، ومشان هيك عم نلاحظ الأسواق ما كتير عم تساعد بشكل كبير تطورات الجيوسياسية في المنطقة. طبعا يمكن الارتداد اللي كنا عم نشوفه على النفط كان بسبب ارتفاع هالتوترات، ولكن في عنا العديد من موردين ومن سورسز النفط اللي ممكن تكون عم تسد العجز. الخوف الحقيقي يمكن في قطاع الغذاء، خصوصا انه هذه المنطقة فيها العديد من يمكن المحركات الرئيسية لسلسلة التوريد. طيب جيد، فيما يتعلق بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لـ 3.2% في العام الحالي، كيف تقرأين ذلك سيدة فرح؟ يعني هون المفارقة، لأنه نحن عم نتوقع نوع من تراجع النمو في الولايات المتحدة واللي هو نوعا ما إيجابي للاقتصاد العالمي، ومشان هيك عم نرجع نشوف صورة أفضل للنمو العالمي، لأنه كمان الدولار المرتفع، السياسة المتشددة من الفترة اللي كانت عم تضغط على كل الأسواق الأخرى، قوة الدولار كانت فعلا عم تأثر على النمو العالمي، فتراجع النمو في الولايات المتحدة نوعا ما عم يعمل توازن على المستوى العالمي. عم نتوقع نوع من الضغط المستمر على الصين، على الرغم من انه في عنا حزمات موجودة، نتوقع انه نحن طبعا بحاجة لأكثر من اللي شدناه في الفترات الماضية، ولكن توقعات النمو في منطقة اليوروزون صارت أفضل، المملكة المتحدة صارت أفضل، توجه البنوك المركزية إلى تقليص أسعار الفائدة بطبيعة الحال رح يكون عم يدعم صورة أفضل للنمو، وتراجع كمان موجات الركود كلها وأسعار النفط أيضا بتأكد أنه في حال ما كان في عنا يمكن مخاوف أخرى قد يكون النمو أفضل من التوقعات السابقة. جيد، برأيك ما هي العوامل الرئيسية التي تحدد شكل الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وما هي أبرز الأزمات اليوم؟ هل نتحدث عن تضخم أم عن ديون أم نتحدث عن ركود في الوقت الحالي؟ كل هالأمور إذا بدنا نسميها نقاط محددة إذا نبلش فيها، طبعا الركود تراجعه بعده سيناريو الحالة الرئيسية، ولكن أي مشاكل جيوسياسية تتعرض للإنتاج أو لسلاسل التوريد يمكن رح نرجع نشوف موجة أخرى من التضخم اللي ما رح نقدر نكون عم نتحكم فيه بسياسات نقدية كمان من البنوك المركزية. فعنا التضخم، في عنا طبعا مخاوف الركود النمو بشكل عام، في عنا مخاوف الدين اللي مش بس على الدول يمكن الضعيفة ولكن حتى الدول الكبرى والولايات المتحدة عم تعاني منها بشكل كتير كبير. أظن الأمور الأخرى لازم نخدها بعين الاعتبار وعم نحكي عنها دائما ابتعاد الأسواق عن مكان يسمى بالعولمة، وعم نشوف تشكل هال يمكن المناطق الاقتصادية اللي عم تعمل علاقات مختلفة. الأمر الآخر هو الطقس والتحول اللي عم نشوفه بالطقس اللي قد يؤثر على أسعار السلع تغير المناخي الغذائية، ما يتعلق بالتغير المناخي لربما
صح صحيح، فهيدا صار هو من الواقع اللي عم تاخده ان كان الشركات او الدول بعين الاعتبار للنظره الاقتصاديه لبلادها. طيب جيد، الى الولايات المتحده الامريكيه حيث ارتفعت اسهم البنوك الامريكيه بعد قرار خفض الفائده الاخير من قبل الفدرالي، برايك هل نجحت البنوك المركزيه في التعامل مع ازمه التضخم؟ يعني الى الان الاشارات اللي عم نشوفها فعلا عم تفرجينا تراجع في التضخم، وفضل اكثر انه يكون عم بقرا التضخم المرتبط بالاستهلاك بشكل مباشر، مثل مثلا يوم غد في عنا البي سي اي من الولايات المتحده، اكثر من السي بي اي اللي بفرجينا قد ايه في تضخم بالاسعار، عاده ما قد لا يكون متصل بشكل مباشر بسياسات البنوك المركزيه. نرى توجه واضح، عندنا ترند واضح بتراجع التضخم عالميا وفي الدول كلها. هلا عم نشوف اعتداد باسهم البنوك لانه كانت هي الاكثر تاثرا. نتذكر في الاعوام الماضيه كان في عنا 3 بنوك في الولايات المتحده اعلنت عن افلاسها بسبب مستويات الفائده المرتفع جدا. نعم. فطبعا تراجعها رح يكون عم بيفيد شركات او البنوك، ورح نكون عم نشوف ارتداد في اسهمها طول ما انه عم نتوجه الى تقليص اسعار الفائده. بعدنا في بدايه هالسايكل من تقليص اسعار الفائده، ولكن كمان عم تستقبله الاسواق بشكل ايجابي واضح. طب كيف ممكن ان يؤثر خفض اسعار الفائده على شؤون الافراد الماليه الشخصيه نتحدث بالتحديد؟ هلا في عنده تاثير حيث قديش عم يطلع لهم عوائد على السندات، قديش عم بيكون يمكن الفائده على الديون اللي كانوا اخذينها على القروض على الكريدت كاردز تبعونهم، كلها هيدي فعلا رح تكون عم تتاثر، ولكن اظن لا تزال نوعا ما محدوده. نحن عم نحكي عن تقليص بسيط جدا في الاسعار. من ناحيه اخرى بشكل غير مباشر، ولكن الافراد فيهم كمان يكونوا عم يستفيدوا بتراجع اسعار الفائده بتوجههم الى اسواق الاسهم مثلا، كمان اللي عم تعطي نوع من العوائد افضل في حال استمرت كمان الفائده بالتراجع. الابتعاد يمكن عن سوق السندات على الرغم من انه لا يزال جيد، لا يزال عم يعطينا عوائد جيده جدا، ولكن لا. نوعا ما اذا ما فاتوا دخلوا عليها من قبل يعني ما قدروا يوصلوا للبيك يمكن العوائد اللي كانت موجوده، ولكن طبعا الدين رح يتاثر، قدرتهم لشراء كمان ديون او قروض السيارات قروض المنازل كلهم رح يكونوا عم يتاثروا وقد يستفيدوا منها، ولكن كمان بحاجه لوقت اكثر لتكون كمان الفائده عم تتراجع اكثر ليكون تاثيرها على الافراد اوضح. جيد، دعينا ننتقل سيده فرح الى اسواق المعادن الثمينه هذه المره. أتحدث عن الذهب الذي سجل ارتفاعا قياسيا وحطم حاجز 2600 دولار الأونصة، كيف تقرأين مستقبل المعدن الأصفر في خضم ما يحدث اليوم من توترات في مختلف أنحاء العالم؟ يعني طبيعة الحال الأمور اللي عم تدعم الذهب لا تزال موجودة ورح تضل عم تدعم الذهب، إن كنا عم نحكي عن توترات جيوسياسية، إن كنا عم نحكي عن تقليص أسعار الفائدة، ضعف الدولار، مثل ما كنت عم بحكي كمان تشكل هالمخيمات الاقتصادية اللي عم تحاول تبتعد عن سيطرة الدولار على يمكن التجارات العالمية كمان عم ترجع تدعم الذهب. عم شوف المملكة العربية السعودية مثلا دولة ما كانت كتير تدخل في الذهب، كان في عنا بالمنطقة هون مش هالاهتمام الكبير في كمان شراء الذهب، عم نشوفهم عم يتوجهوا لشراء الذهب الفترة القصيرة. لنكون عم كمان أعطي صورة أوضح، بالفترة القصيرة ما عم نشوف الصين كانت من كبار المشترين للذهب عم يشتروا، صادرات الذهب من سويسرلاند تتراجع بشكل ملحوظ، يمكن البنوك المركزية وكبار كمان شركات يمكن الاستثمارية بانتظار ارتداد لأسعار الذهب، ولكن في حال رجعنا شفنا موجة تضخم، في حال شفنا توترات جيوسياسية عم ترتفع، الذهب انه يكون عم يستمر بارتفاعه ونكون عم نشوف عم يكسر على 2700 ووصوله ل 3000 منه سيناريو بعيد، وتكنا عم نشوف نفس السيناريو من التضخم واستمرار الوضع الحالي بالثمانينات، كان في عنا لاربع سنين يوميا سعر الذهب عم يرتفع، فيبدو الذهب هو صار سلة الوصل كمان ما جي. بين كل الدول كمركز للقيمة. طيب أختم معك فيما يتعلق بالعملات الرقمية التي أيضا سجلت ارتفاعا قفزت فيه البيتكوين فوق حاجز 64,000 دولار في الوقت الراهن، كيف تقرأين مستقبل الكريبتو أو حتى يعني قطاع التشفير؟ وبعرف إذا كانت الانتخابات الأمريكية المقبلة من الممكن أن تؤثر بشكل أو بآخر فيما يتعلق ب
سوق العملات الرقمية، تحدث عن فوز دونالد ترامب الرئيس الأسبق للولايات المتحدة وأيضا نائبة الرئيس كاميلا هاريس في الوقت الراهن. بشكل سريع على الانتخابات، طبعا دونالد ترامب عم بيجرب كمان يشتري جزء معين من الأصوات بتشجيع ودعمه للكريبتو، ونظن انه فعلا هو حقيقي بهذه الخطوة، خصوصا انه عم يشوف في بلدان اخرى عم تستفيد من هذا القطاع، فبيهمه انه يكون عم يجذب القطاع اكثر للولايات المتحدة. بشكل عام عادة ما بيكون الديمقراطيين بيزيدوا اكثر يمكن العراقيل او التاكسز على مشاريع كمان استثمارية، فيمكن ما يكون الصورة أفضل لقطاع التشفير في حال وصول كمالة، ولكن كمان لازم نكون عم نشوف آراء في الموضوع. الأمر الآخر، تلخيص اللي عم نشوفه بالوقت الحالي، كنا عم نحكي عن الأصول المشفرة، السلع، الأسهم، كل الأمور عم نشوف فيها ارتفاع، يمكن إذا بدي ترجمها بشكل أبسط، الدولار سيستمر بتراجع، الكاش قد لا يكون المكان الأنسب نكون عم نترك كمان يمكن الأصول الخاصة فينا، ومشان هيك عم نشوف توجه المستثمرين إلى كل الأصول الأخرى اللي عم تستفيد من تراجع الدولار. طبعا عم نشوف إن كان صناديق الاستثمارية للبيتكوين للإثيريوم قديش عم يكون في عندها يمكن ربح، ريبل كمان القضية تبعيته الخاصة فيه، كلها أمور بتشجع القطاع تدعمه لفترات الزمنية طويلة. ولكن بالوقت الحالي النصيحة يمكن الأوضح أو إن الصورة الأوضح في الوقت الحالي أنه العملات الكاش عم يتراجع، تراجع أسعار الفائدة قد يستمر بالضغط على الدولار، ومش هيك عم نشوف كل الأصول الأخرى عم تستفيد من تراجعه، إضافة إلى الكريبتو لا يزال عالي المخاطر، لا يزال فيه فولاتيليتي عالية، ولكنه عم يستفيد من ضعف الدولار. جيد، إذن محللة أسواق في مجموعة إكويتي من دبي السيدة فرح مراد، شكرا جزيلا لك.